بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على البركة، أيها الإخوة، انطلقنا، فانطلق الجميع إلى الأمام، انطلق الجميع إلى كسب ناموس مركز هذا الانطلاق. نتمنى إن شاء الله التوفيق. شوطنا 16 اللي خصص الجعدان، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله مع هذه الأسامي الحاضرة هنا على أرضية هذا الميدان. عودة من جديد للمركز الأول، اللي في المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك متعب سالم بن ناصر مسعيد مصبح القايدي، النقلة على المركز الثاني الكاشح، منصور بن سيب بن خلفان على غويص، وفي المركز الثالث الجارح عبد الله بن المر بن حلوة لجتبي، وفي المركز الرابع هناك الشهم ثاني بن سيب بن بطي بن عبيد الغفلي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس ما شاء الله هناك شباب محمد بن سيب بن عويضان العامري، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس هناك شعار سعيد بن احمد جاير، احمد بن سعيد بن محمد بن احمد بن حلوه، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله اللي في المركز السابع هناك من الجانب الاخر. نتمنى ان شاء الله التوفيق. شوف الدخول الادهم ما شاء الله محمد بن حمد العويسي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة. عودة من جديد، عودة من جديد، عودة إلى القمة، عودة إلى اللي في المركز الأول مرضي. يا سلام، سلطان بن سعيد بن عبد الله شمي بن شمية الاجتبي، النقلة على الكاشح، منصور بن سيب بن خلفان على غويص، يلا يا الجارح، يلا يا الجارح، هناك الجارح عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي، المركز الرابع اللي في المركز الرابع الأدهم محمد بن حمد العويسي، وخامس المراكز وصل في هذه اللحظات الوزمي ناصر وخالد بن ناصر بن راشد المجارح. ما شاء الله حاضرين أبناء دولة قطر الشقيقة، حاضرين، يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا بالجميع هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق. هكذا كانت النتيجة. عطوني سادس مراكز، عطني المركز السادس، عطني المركز السادس من الجانب الآخر. أشوف شعار سبا، شعار سبا أيضا يتحرك هناك من الجانب الآخر مع والوال مطر بن مبارك بن سيب بن غويث أنا اجتبي، يلا يا بالعكوي، يلا يا بالعكوي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. ما شاء الله، ما شاء الله، الأعداد هايلة، الأعداد هايلة والكم هايل، ولكن بن شميل، بن شميل أيها الإخوة عزم على المركز الأول، عزم على مقدمة هذا الشوط، عزم على الناموس مبكرا. ما شاء الله، سلطان بن سعيد بن عبد الله بن شميل الخاطري، ولكن بن مجارح أيضا من يقدم الوسمي، لخالد بن ناصر بن راشد مجارح المري، المري المركز الثاني أيضا هزر في ثاني مراكز عبيد بن أحمد بن عكوي السلمي. هكذا كانت النتيجة. الله يا بن شميل، يا سلام يا بن شميل على هذا الأداء، على هذا البروبن. ولكن قلت لكم، قلت لكم حذاري 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 من هذا الاسم القادم من دولة قطر الشقيقة، من دولة قطر الشقيقة. الله يا الوسمي، يهب الوسمي، الوسمي أيضا خالد بن ناصر بن راشد بن مجارح المري. سلام إلى دولة قطر الشقيقة، سلام إلى آل بن مجارح الكافة على هذا الناموس. سلام خالد بن ناصر بن راشد مجارح المري على هذا الناموس. المركز الثاني أحمد بن عبيد بالعكوي، المركز الثالث هناك سلطان بن سعيد شمية، المركز الرابع مطر بن مبارك بن غويث، وفي المركز الخامس اللي هم صدر في خامس مصدر عفوا محمد سعيد مصبح النعيمي. 4 دقائق التوقيت، أشوف 33:71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ما شاء الله في هذا